السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع طلبة شعبة الاقتصاد اس ان. ان شاء الله في هذا الفيديو هذه غنبداو نشرحوا دروس وفقرات المرتبطة بمادة الرياضيات، باش ان شاء الله ملي غنمشيو للامتحان اللي عندنا في شهر 12 نمشيو واجدين ونفهموا كل شيء ونجاوبوا بكل سهولة. اذا كلي سنيح الفيديوهات ان شاء الله اللي حنبدا غيلاد ركز نشرح الدروس الفقرات اللي ارتبطت بمادة الرياضيات شعبة الاقتصاد اس ان بطبيعه الحال طلبه الجامعه، باش ان شاء الله يحنفتا سمس الامتحان اللي درنا حماس الاخر الدوريات نجاوب بدون مشاكل. اذا رانا نفك طرق الاجابه على انواع من التمارين، وايضا راه نشرح جميع الدروس اللي داروني لان حماس السنه الاولى حماس الجامعه ان شاء الله. اذا اول حاجه غنبداو بها واللي مهمه بزاف واللي عندكم دائما واللي غتكون عندكم في الامتحان هي مجموعه التعريف، دومين دو ديفينيسيون، يعني حيز التعريف. اوكي، ولكن قبل ما نمشيو للخاصيات، يعني قبل ما نفتو سماس الخاصيات نستلم انكسر نجاوب انكسر نتعامل كل حاجه، يعني كيفاش غنتعاملوا مع كل حاجه، غنعطيو واحد التعريف. انا نسكري التعريف ما تلقى بعدا مجموعه التعريف ولا ما اساس نقصد شنو كنقصدوا بمجموعه التعريف، واحد بسيط اولا واحد التعريف بسيط. اذا ندير واحد التعريف ديفينيسيون. اذا لو دومين دو ديفينيسيون دين فونكسيون، يعني لدالة دين فونكسيون. إذن حيز تعريف دالة، حيز تعريف دالة هو سي لونسومبل، يعني مجموعة لونسومبل دين نومبر des nombres qui ont une image réelle à travers cette fonction. اذا ما نقصد سمات العجبات شنو كنقصدوا بهذا القشر هذا؟ قال لك اودي راه حيز التعريف ديال شي داله هي واحد المجموعه ديال الاعداد اللي عندها الصور، اللي عندها الصور، وهاد الصور هذه كتعطيك واحد العدد حقيقي بهذه الداله هذه. بمعنى اخر غنديروا امثله كما قلت قبل ما نمشيو للخاصيات. مثلا عندك واحد الداله، ذاك هي الدالة قيس الجذر المربع، فيها الجذر المربع مثلا بحال هكا. قلت لك حسب لي الصورة ديال ناقص جوج، حاسب لي الصورة ناقص جوج، يعني راه تعوض لي زيكس تماس ناقص جوج، كتعوض لي زيكس بناقص جوج، شحال غتعطيك الوسط ديال الجذر؟ غتعطيك موان زان. علاش؟ حيت موان دو بلوس ان هي موان زان، والداخل ديال الجذر المربع ملي كنلقى فيه شي عدد سالب حرام شرعا في الرياضيات، كتسمى حادثه سير في حق الرياضيات. اذا هذه الكتابه هذه ما كايناش، احنا طحنا في داك الشيء اللي عطاونا. قال لك اودي راه هي واحد المجموعه ديال الاعداد اللي عندها الصور حقيقيه بهذه الداله هذه. اذا هذه الداله ولا هذا ناقص جوج ما عندهاش الصوره بهاد الدالة هادي، إذا هاد ناقص جوج كتسمى ما كايناش في مجموعة التعريف ديال الدالة اف. أوكي، نديرو شي مثال آخر أولا نحسبو الصورة ديال شي عدد، مثلا نحسبو الصورة ديال ناقص واحد، شحال غتعطيك؟ غتعطيك غاسين زيرو اللي هو صفر. الجذر ديال صفر راه كاين، بمعنى هاد ناقص واحد أولا هاد موانزان فعلا راه كاينة في الدومين ديال دو ديفينيسيون ديال هاد اف هادي، ماشي مشكل. هاد ناقص واحد كاينة ولكن ناقص جوج ما كايناش. أوكي، إذا من هنا كنستنتجو بأنه كاينين شي أعداد كاينين في مجموعة التعريف وكاينين شي أعداد ما كاينينش في مجموعة التعريف. نديرو شي مثال آخر اللي هو إلا عندك لو دينوميناتور، إلا عندك مثلا المقام
مثلا عندك اكس زائد او لا ناقص جوج مثلا، هذا غير مثال. الا قلت لك حسب لي الصوره ديال جوج شحال غتساوي؟ الصوره ديال جوج غتساوي 1/0. وفي الرياضيات عاوتاني ملي كنلقاو صفر في المقام، يعني الصوره ملي كتلقى فيها صفر اما لي ليميت راه يقدر تلقى صفر اما بلوس ولا موان. اوكي، هنا عدد على صفر جريمه في حق الرياضيات، ما كتكتبش الصفر في المقام الا حسبتي الصوره. اذا شنو هو الاستنتاج ديالي؟ كنستنتج بان هاد جوج هادي ما كايناش في الدومين ديال هادي او حيز التعريف ديال اف. اوكي، اذا هاد جوج ما كايناش خارجه. الا درتي شي عدد اخر ما عطاكش الصفر، اذا داك العدد كيتسمى كاين في دومين دو ديفينيسيون ديال هاد اولا ديال سيت فونكسيون اف. اذا هذا هو معنيه هاد التعريف البسيط. دابا غنعاودو نتلاقاو ونشوفو الخاصيات والطريقه ديال الاجابه. اذا دابا غنشوفو مجموعه من الخاصيات واللي غنبقاو نستعملوها في التمارين. داك اللي سنا راه نزر كره القواعد اللي غنستعمل حماس التمارين باش نف مجموعه التعريف من اي داله مهما تكون. اوكي، يعني الدوال جميع الانواع او كل الحالات راه تنسكر. اذا خاصيات اول حاجه غنشوفوا الداله الحدوديه اللي كتسمى فونكسيون بولينوم. داله حدوديه، لا حدوديه هي فونكسيون بولينوم. اذا فونكسيون كيفاش بعدا كتكتب هاد الداله الحدوديه؟ ماني كيقال التعبير الداله الحدوديه كيفاش كتكتب. هي ديك الداله اللي ما فيها لا المقام لا الجذر لا والو، فيها لي زيكس والاس كيكون عباره عن عدد صحيح طبيعي، يعني ينتمي الى ان، مجموعه ان. كتكتب بهذا الشكل، انت راسي ما سمعتش بلاي ديك الطباشير. اف دو اكس كتساوي مثلا ا في اكس اس ان ان، وهكذا كنزلو، يعني نتقيس درجه ا ان ناقص واحد اكس اس ان ناقص واحد زائد ا ان ناقص جوج هنا x puissance n موان 2 بلس وهكذا، يعني فيها غير لي زيكس والاس وعدد ودوك العوامل. صافي بحال هكا. اذا ملي تيسولك الاستاذ شنو هي مجموعه التعريف ديال الداله الحدوديه ولا فونكسيون بولينوم، جميع الدول الحدوديه دي فونكسيون بولينوم كنقولوا راه مجموعه التعريف ديالها هي ار. بلا ما تعد براسك كتقول لي دي دو اف، يعني الدومين ديال الديفينيسيون هي ار. ديما فونكسيون بولينوم دي دو اف كتساوي ار بلا ما تعد براسك. غنشوفوا نوع اخر من الدوال اللي فيها الجذر المربع غاسين كاري، يعني فونكسيون افيك راسين ك. كيفاش كتكتب بعدا هاد لا فونكسيون هادي ولا هاد النوع ديال لي فونكسيون؟ كتكتب بهذا الشكل اف دو اكس، وكيكون عندك داك راسين كاري مثلا ديال شي داله اللي غنسميها جي دو اكس. هاد جي دو اكس مثلا اكس سي 2 زائد اكس زائد واحد مثلا اكس كاري بلس اكس موان زان، المهم شي داله الوسط ديال الجذر، هذه كتسمى فونكسيون افيك غاسين كاري. مزيان، كيفاش غنتعاملوا معاها؟ ديما الا عندك داك الغاسين كتاخذ ما بداخل هذا الجذر، هذا خص يكون موجب او لا كيساوي صفر، يعني بوزيتيف او نول، دو اتر بوزيتيف او نول. اذا غندير قلنا لدينا دي دو اف، شنو هو الشرط الاول بعدا؟ داك اكس خصو يكون ريال، يعني عدد حقيقي نمبر ريال. عاد غناخذ الوسط ديال داك الجذر، ديما عقل عليها مزيان، راه كاين اللي كيدير واحد الخطا كياخذها بالجذر ديالها، كنديرو اكبر او يساوي صفر، يعني سوبيريور او ايغال ا زيرو. شنو كتعني هاد سوبيريور او ايغال ا زيرو؟ بمعنى داك الداخل خص يكون بوزيتيف او نيل، موجب او سميتو
كيساوي زيرو، ماشي مشكل الا كيساوي زيرو بحال هنا، جذر صفر راه كيساوي صفر، ما عندناش اشكال. اللي صعيب هو الا كيساوي شي عدد سالب، داكشي علاش درت بوزيتيف. مزيان، نمشيو لنوع اخر من الدوال، نوع اخر من الدوال اللي فيه لو دينوميناتور، فونكسيون راسيونيل. شنو كنعنيو بفونكسيون راسيونيل؟ بمعنى دالة جذرية. وكيفاش كتكتب دالة جذرية؟ حدودية على حدودية، بولينوم سير بولينوم، فونكسيون بولينوم سير فونكسيون بولينوم، كتكتب بهذا الشكل. مثلا عندك واحد الدالة سميتها كي، وعندك واحد الدالة أخرى سميتها بي دو إكس. هاد كي وهاد بي هما دي فونكسيون بولينوم، بمعنى حدوديات، بحال هكا حدودية على حدودية. كيفاش غتعامل مع هاد القضية هادي؟ طبيعة الحال عندك تما لو دينوميناتور دوا إتخ ديفيرونت دو زيرو، إذا كندير دي دو إف إكس إر تيل كو، كناخد المقام لو دينوميناتور كما قلنا بي دو إكس خاصو يكون ديفيرونت دو زيرو، يعني يخالف زيرو. هذه هي القاعدة ديال إلا عندك دالة فيها المقام أو لا حدودية على حدودية. نفس الخاصية بالنسبة للدوال اللي ماشي غاسيونيل، ماشي بالضرورة تكون غاسيونيل، المهم ديما إلا عندك المقام كتاخد مقام يخالف صفر. مزيان، غنشوفوا نوع آخر من الدوال اللي هي فونكسيون لوغاريتم. لوغاريتم الاختصار ديالها اما اللوغ او لا الالين النيبيريان، صافي هذيك الالين راه كلشي كيعرفها. اذا كيفاش كتكتب؟ اف دو اكس تيغان الين دو جي دو اكس، يعني عندك الالين والوسط ديالو واحد الداله. نفس الشيء الا عندك اللوغ، داك اللوغ الاخر بحال هكا، اللوغ والوسط ديالو داله، نفس القضيه. كدير دي دو اف تيغان اكس دو اف تلك، كتاخد هاد جي دو اكس خصو يكون ستريكتومون سوبيريور دو زيرو. اذا هاد الوسط ديال الالين خص يكون اكبر قطعا من صفر، اكبر قطعا من صفر، ما يكونش كيساوي صفر او لا كيساوي شي عدد سالب. اذا ديما قطعا، امتى؟ الى عندك الالين. دابا بقات لي واحد الحاله اخرى، غنمسح السبوره ونعاودو نتلاقاو. دابا غنشوفو نوع اخر من الدوال اللي فيها جذر من الرتبه غاسين انيام. اذا نرنزر القضيه دولنتات، اذا فونكسيون اذا درنا جميع الانواع اللي قدرت تصادف معها، فونكسيون غاس افيك غاسين انيم من الرتبه. كيفاش كيتكتب هذا النوع ديال الدوال؟ مالك سيتكتب نوع هذا الدوال، نوع هذا الدوال تنترس هكا اف دو اكس غيس الجذر ولكن تلغي ديال الرتبه. هنا كاين واحد الرتبه ان، بطبيعه الحال ان كينتمي للمجموعه ان، يعني عدد حق عدد صحيح طبيعي، بمعنى ما يساويش الصفر ولكن خصو يساوي 1 2 3 4 الى غير ذلك، عدد صحيح طبيعي ما عدا زيرو. يعني غندير داك الشرط هنا ان كينتمي ان. مزيان، هنا كيفاش كنتعاملوا مع هذا النوع ديال الدوال اللي فيهم غاسين انيم؟ عندك جوج حالات، الا كانت الرتبه فرضيه والا كانت زوجيه، يحتاجها فرضيه ماشي زند يحتاجها زوجيه. غنهضروا على الا كانت ان فرضيه، مثلا ان او لا ندويو على نبداو بزوجيه. الا كان داك العدد ان زوجي بحال مثلا 2 4 6 الى غير ذلك، راه كلشي كيعرف عدد زوجي بير. اشنو غندير في مجموعه التعريف ديالها؟ مجموعه التعريف كناخذوا الوسط
ديال داك الغاسين خص يكون عاوتاني بوزيتيف او نيل، كنتعاملوا معاه بحال الجذر العادي. فين هو؟ فين هو هذا؟ بحالو الا كانت الرتبه زوجيه. اذا غندير دي دو اف دائما اكس خص يكون عدد من اف تلك، كناخذ داك جي دو اكس اكبر او يساوي صفر. مزيان. دابا الا كانت الرتبه فرضيه بحال اش مثلا، بحال واحد، بحال ثلاثة خمسة سبعة، راه كلشي كيعرف عاوتاني أعداد الفردية أمبير، كلشي يستنى غير الأعداد فردي. ملي كتكون الرتبة فردية راه يمكن لك تلقى عدد سالب الوسط ديال الجذر، ماشي مشكل. واش مفهوم؟ هذه راه رياضيات عالمية. مثلا جذر من رتبة ثلاثة لي ناقص واحد، هذه راه صحيحة. كاين اللي غيقول لك راه ماشي صحيحه، انت ما تكون ماشي صحيحه حتى تكون الرتبه زوجيه. هذه حسبها بالاله الحاسبه غتعطيك واحد العدد سالب. الا حسبتي مثلا هذا الجذر مثلا ديال ناقص 4 او ناقص 6، المهم شي حاجه سالبه، بشرط انه تكون هذه الرتبه فرضيه، اما 3 ولا 5 ولا 7، راه كتعطيك النتيجه يعني كاينه. اذا غناخذ المساحه. اذا ملي كتكون ان فرضيه، من اللي حد ان فرضيه ما كيهمناش باقي داك الجذر، كنعتبره بحال الا ما كاين، بحال الا ما كاين، يعني ما ماشي مشكل. حيت ديما الا كتكون الرتبه فرضيه وعندك واحد اكس راه كتعتبر مجموعه التعريف هي ار. دابا عندي جي دو اكس، هاد جي دو اكس ما عرفتها واش فونكسيون بولينوم ولا غاسيونيل ولا فيها حتى هي الجذر. اذا شنو كندير؟ كناخذ مجموعه التعريف، مجموعة التعريف ديال ديك جي اون ديتيرمين لونسومبل دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون جي دو اكس. واش مفهوم؟ ما تقاش الاخوان. هنا ملي كتكون عندك الرتبه فرضيه كتعتبر داك الجذر ما كاين، شنو كدير؟ كتحدد مجموعه التعريف ديال ديك جي دو اكس، يعني داك التعبير اللي كاين داخل ديال داك الجذر كتحدد ليه مجموعه التعريف ديالو، حيت يقدر تكون فيها يكون فيها المقام ولا يكون فيها الجذر. حنا المهم ما كنهتموش بهذا. امتى؟ الا كانت ان فرضيه، حيت كاع ان فرضيه عاد انتسي اقول نسال الجذر انتقلب اسم مجموعه التعريف نس. اوكي. كاينه واحد الحاله اخرى، واحد الحاله اخرى لي فونكسيون غاس اكسبونونسييل، فونكسيون كلشي كيعرف الداله او لا الداله الاسيه، يعني اكسبونونسييل اللي كيتكتب بهذا الشكل هذا. كنديرو عاوتاني مثلا او اس جي دو اكس، اكسبونونسييل ديال اكس مجموع التعريف ديالها هي ار. الاكسبونونسييل ديال اكس ما كاين لا الجذر لا المقام لا والو، كنقولو ار. ولكن دابا الا عندك الاكسبونونسييل والاس ديالو فيه شي داله، حتى هنا ما كتهتمش بهذا الاكسبونونسييل، شنو كدير؟ كدير كتحدد مجموع التعريف ديال ديك جي. اذا كنحددو، يعني نحدد اون دي تي ترمين لونسومبل دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون جي دو اكس. إذا هادو هما القواعد اللي عندكم في هذا المجال هذا اللي كيتسمى دومين دو ديفينيسيون. كاينه واحد الحالة خاصة، واحد الحالة خاصة نكتبها بالزربة، يقدر تصادفوا معايا في شي تمرين. إذا عندك مثلا اف دو اكس وعندك واحد على راسين كاري دو جي دو اكس، إلا تجمع لك المقام مع الجذر، لو دينوميناتور مع داك الغاسين، شنو كدير هنا؟ هنا كدير دي دو اف
خاص داك المقام يكون اكبر قطعا من صفر. علاش درت اكبر قطعا؟ اعتبرناه بحال اللوغاريتم، بحال هذا اللوغاريتم هذا نفس الخاصيه، حيت اصلا الداخل ديال الجذر خص يكون اكبر او يساوي صفر، بوزيتيف او نيل، ولكن ديك او يساوي صفر حيدناها، حيت عندي المقام، المقام ما خصوش يساوي صفر، داكشي علاش درنا قطعا. اوكي ستريكتومون. اذا نتمنى تفهموا القواعد هذه. دابا غنمشيو للتمارين باش نشوفوا كيفاش كنطبقوهم. اذا غير درنا نزر بزاف الامثله، دابا مانكاس هذه سنه التعامل، خصوصا الامثله اللي لا نحمس للامتحانات من السنوات اللي زرين. دونك كما قلت غنشوفوا مجموعه من الامثله ديال المتعلقه بمجموعه التعريف ديال الامتحانات السنوات الماضيه والطريقه ديال الاجابه بطبيعه الحال. اذا هنا لتكون اف يعني سواء اف سواء اف اون فونكسيون ديفيني باغ، ديفيني معرفة ب. إذا غنبداو بالمثال الأول اللي هو اف دو اكس في كنهجيس الآلين جوج اكس ناقص واحد. بحال هذا تقدر تصادف معاه في الامتحان وخصك تعرف ضروري كيفاش كتعامل معاه. إذا السؤال اللي عندنا هو ديتيرميني طبيعة الحال لونسومبل دو ديفينيسيون. اللي هو دي دو اف. اذا اشنو غندير؟ اول حاجه خصك تشوف في الداله مزيان باش تعرف واش عندك وحده من دوك القواعد اللي كنا درناهم، يعني خصها تركز مزيان حماس الداله يسقيس لا يا ولا يسقيس لا يا تحمس القواعد اللي نسكر حماس نصبرات. دونك هنا عندي الالين، الالين كيفاش كنتعامل مع الالين؟ كناخذو ما بداخل الالين ماشي بالالين، ما بداخل الالين اكبر قطعا من صفر. اوكي ستريكتومون سوبيريور ا زيرو. اذا هنا كندير دي دو اف اون، لدينا دائما داك الشرط الاساسي اللي هو اكس كينتمي لاف، يعني اكس ضروري ينتمي لاف. هنا شنو كاين الوسط ديال الالين؟ عندك جوج اكس موانزان او لدو اكس موانزان اللي هي ستكون اكبر قطعا من صفر حسب القاعده ديال الدرس. من بعد قبل ما نكمل غنعطيكم واحد القضيه كتتصادفوا معها دائما في مجموعه التعريف، دائما خصك حتى دابا فلاس تعقلت مزيان، يحضر نح اكس يمقور في مسن ا في العدد ا. هذه شنو كتعني بالمجال؟ ما تقاس المجال، بغيتي تحول هاد المتفاوته للمجال، تريد تحول حتى تسمس المجال، كتعني من ا حتى بلوس لانفيني. علاش درت هنا مغرق؟ حيت عندي او يساوي اوكي او ايغال ا بطبيعة الحال. اذا هنا اكس اصغر او يساوي ا، شنو كتعني هذه بالمجالات؟ من موان لانفيني حتى ل ا مغلق. علاش؟ حيت عندي او يساوي. الى عندك قطعا كدير مفتوح جهه ا، عندك هنا قطعا كدير مفتوح جهه ا، عقلوا على هاد الجوج راه ديما كتصادفوا معاهم في دوك المتراجعات. اوكي لينيكواسيون هادو. اذا انا غنقد هاد الحل ديال هاد المتراجعات، نشوفوا الحل ديال هاد لينيكواسيون. غندي واحد لذاك الطرف غتولي واحد حيت كانت ناقص واحد. مزيان. اذا اكس دائما خصو يكون في ار. هاد جوج فين غتمشي؟ غتمشي عند واحد، تنزل بما انه موجب يعني ما غيتبدلش الترتيب، غتولي واحد على جوج. ها انت علاش لو سيور؟ هادشي علاش عطيتكم هادي. اوكي اذا اكس كبير على ا، اكس كبير على واحد على جوج، شنو كتعني بالمجال؟ بحال عندك الاولى، بحال عندك الاولى. دونك دي دو اف كتساوي سيدي من واحد على جوج حتى بلوس لانفيني. علاش درت مفتوح؟ حيت عندك ستريكتومون يعني قطعا،
ملي كتكون عندك او يساوي كدير مغلق. اذا هذه هي الطريقه ديال الاجابه على المثال الاول. دابا غنمسح الصبر باش نمشيو لامثله اخرى. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه. جميع الحقوق محفوظه لدى قناه.